آيات حديات أخرسين ساعدة وقدم بيسا ما لنت الجمعة الله سبحانه وتعالى نأت بريدت أو أت كبريدت وحو الباء أو أت ربتد ود إيب سبحانه وتعالى كدونيسد الله عز وجل وكا أجيبا يا وكا أقبلا يا إن كان قلبك مؤمنا وصادقا وتابعا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أحواش هذانا إن شاء الله تعالى ويسبدلي دونتا أو دنك وناكسن أي اسكو بدلي دونتا وحان أركي دونتا عجب العجاب ليابك لياب يدي سكن وغيابك بضن دنك اسبدلك أو آد لفتركاك إن شاء الله تعالى آد لياب دونتد بينكو قرقار سبحانه وتعالى إن إلهي فرجكو فرو كربضك قادو إلهي سبحانه وتعالى أرزاق تربضن أو آد وينكو سيو بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها السادة والسيدات سودوا هذا إن شاء الله كسودوا هذا مقالكنا أو عن ما أنت إذن كنتلا قلني أو عجائب تأسيس كله مقالك إن شاء الله تعالى هذه هذا حاسد آهين مقالك شير قري أو وقتك عن سوق لني إلهي قربها كسي وذيقنا صاحبة بضان قارسي حقيقة ما لهو البصاحبة ذي النقار كميدو وين لسو حريران وين ديري قليان برتوا واتساب كينا لسو حريران وحين ليهن يا أحمد ما شاء الله وحي آد صوركتي وحبان كفائدني الحمد لله هذا من فضل ربي انت أسي وحيت هاي جهدك عن قليني إيو وقتك عن قليني إيو بارست عن سميني إيو ميليه عن كسو يعني كتب ذي إيو ميليه عن كسو قادني وعميله موثوقة نسلينا هاي والوغو كالسونان كرا انتاس ايو ان بضن بإن شاء الله وإذن سوودنا تاتك قاير كودنا وحالاقيا وحبو مبرنين وحنا ميقانا مركاسي كليهين آيادا محاهو آيادا لو أخرنية محا ذكريغا لو أخرنية يا أخي ما آهان وح آد أخرنية سيد يعني كلمات شيدانية ما آهان وآية من آيات الله أو اسم من أسماء الله ترضى ربتد أخري عدد كار ربتد أخري لكن مهمد وحيتاي انت آن شاقنا حتى هداد أخري سو هدي آذن مركاسي آذن آمين سنين إلهي كاهم أقبل أيوة يعني مهمد وحوائنات إلهي آد مركاسي آد رومي سنتاي قلبي كاهنا وياهي مؤمن إلهي آمين سن قلبي كاهنا كوي هاي مع ذلك هدنا آذن مركاسي واحد دين تينا كبحسن آذن سمينينين وآد نبي محمد صلى الله عليه وسلم آد كدهين يسيد قارا كدها هي مقع محالو أخرنية إلهي سوم الدين ولال وأن هذا إلهي سوم الدين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيلي إلهي سوم الدين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي مقعية وناكسا أي ليهي مقعية ذيسا قبرية سيدو قبرية إيسا سيدو رفتدو قبرية إلهي سبحانه وتعالى يا عليم يا فتاح يا قدير يا يعني ما عرفت الهي هو استعمال ويديسو اسيغو كو العلي ما عاس يا الهي كو ويديستي معناه وحن بارسن هي نيداد وحي اد كربت الهي وكا اجيبه حقيقه مركا لا تخف يا اخي عبسنين اذيق قلبي غاغا الهي من رميسي هي الهي وكا اجيبه يا الهي امي سنتهي الهي وكا اجيبه يا نبي محمد مر عسنتهي الهي وكا اجيبه يا سبحان العظيم سودو هذا إن شاء الله مركب مقالك شير قرية انت أدقاري كرتيد قارسي وعقد لي أنت هاي يعني الدال على الخير كفاعلي حبيب كينا نبينا صلى الله عليه وسلم سيقنا أنكسا لنو يانا هكرنين يانا حاسدين رسول قحيري حاسدك أما حاسدك أقوين وامدك وامدك مركي جبريل عليه السلام نيو محمد أي مركاسي وذا هلين وكويري وامدك أكتا هذا مكا عاقا لقو شاقو نيو محمد لقو دهو هذا أنا أنكو سالينين كاسيوا نارتو وقال الله كفجي آمين ده آمين بيعيد ودكتين يعني نو محمد يا جبريل ملء آمين إسكوا ضدهن وملء آدي آد مركاسي هلي سؤهويا مرك نو محمد وطمن قشي وما لي والبال كان عندك مغليسيت هدي آذن أقولي كرينين أتكو سالديد قف دنتي ودل أياتهاي إلهي كسوه هنديو محايا لين قفكو جوا ناكسن إلهي أومي ونو محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله نفديك بأرواحنا وأنفسنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سودو هذا إن شاء الله مقالك سودو هذا
haddii aad rasuulka jeceshahay oo ay dhib ka tahay saaxiibo badan gaarsi ugu yaraan 10 qofood u sheergaray ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahay ajarlaan kuma dhigo insha allah uu kaa abaalmarinaya idinka allah. soo dhawaada, dhammaanteenu waan ognahay saacadda ugu dambaysa ee maalinta jumcada inay tahay saacad istijaabo ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu addoonka ka aqbalayo ducadiisa, baryadiisa, dikrigiisa. waana saacad aad u weyn. haddii saacadda magac loo samayn lahaa ama saacadda ay magac lahaan lahayd, waxaa loo bixin lahaa saacadda xaqiijinta ama kuwa xaqiiqoobayso mucjizaadka eebbe subxaana wa tacaala. waana sida haddaysan baahayn dhammaan culummada, mashaahikhda, ahlu cilmiga, ahlu dikriga ee muslimiinta culammadoodu haddaysanba dhammaantood ahayn, intooda ugu badan waxay rumaysan yihiin inay tahay saacad addoonka laga ajiibayo ducadiisa iyada oo aan lagu soo celinin. subxaanallah, saacaddaasi ducada aad ducaysanaysid waxa ay markaasi ka dhex baxaysaa xijaabka, waxaa loo furayaa albaabada samada. waana saacadda dhabaacantii maalinta jumcada, saacadda ugu dambaysa ee markaasi saacadda maalintii bacda alcasr iyo maqribka horaantiisa intaan la gaarin 1 saac ka hor 11 saac wixii ka dambeeya. walaalkayga iyo walaashaydii, saacaddaasi hadda isbuucan wayna dhaaftay oo way idin dhaaftay, laakiin hadda kadib yaysan ku dhaafin oo ka faa'iidayso. waxaadna arki doontaa cajaa'ib dacwad mustajaabati. subxaanallah, ilaahay siduu kaaga ajiibayo ducadaada iyo baryadaada. haddii aad deemaysan tahay, eebbe wuxuu kuu soo diri doonaa qof deynta kaa bixiya, wuxuu kuu diyaarin doonaa asbaabtii deynta qofkaasi uu kaaga bixin lahaa. casiis, yaa jabbaar, yaa qawiy, yaa raxiim. haddii aad kurbaysan tahay, allah wuxuu kuu soo dirayaa qof kurbadaasi kaa fayda, kuuna diyaarinaya eebbe sababtii uu qofkaasi kurbada kaaga qaadi lahaa. haddii aad markaasi aad walwalsan tahay oo mahmuum ah tahay, eebbe wuu kaa qaadayaa subxaana wa tacaala. haddii aad wax walba u baahan tahay, eebbe wuu ku xaqiijinayaa. haddii aad rajo iyo tamani aad markaasi eebbe ka leedahayna, ilaahay subxaana wa tacaala tamanigaaga iyo riyadaadii rajadaada wuu ku rumaynayaa subxaana wa tacaala. haddii aad dalab leedahay, haddii aad qofka ashtakoonaysid saacaddaasi, eebbe u ashtakow ee eebbe u sheego, ilaahay kuguma soo celinayo insha allah. sirta iyo mucjisada ku jirta wakhtigan, yacni waxay tahay waa xarafka iyo markaasi kelimaadka aad xilligan aad eebbe ku baryaysid subxaana wa tacaala. jimco kasta iyo isbuuc kastana ka dhigo saacadda ugu dambaysa werdi aad ku celcelisid oo aad eebbe ugu dhowaatid subxaana wa tacaala. dariiqada ama qaabka aad samaynaysid ee saacaddaasi aad ku raadinaysid eebbena ugu dhowaanay subxaana wa tacaala waad sawisa qaadanaysaa salligaaga, aad ku cibaadaysatid ee aad guriga ugu tukatid, sunnooyinka ayaad ku fariisanaysaa, ama meel keligaada ku ah oo dadka aad markaasi dadna aysan kula joogin oo keligaaduna tahayo eebbe subxaana wa tacaala ee aad markaasi khalwo kula jirtid oo keligaada la meelo aad fadhidid oo buuq iyo dad kale ku mashquulinaya ama markaasi kuu sheekaynaya, inta badan sida aan samayno aysan meesha ahayn. muhiimaddu waxay tahay inaad eebbe keliga aad u noqoto, masaajidka keliga fadhi, ama meel geesa keliga, ama meel laaba, ama guriga. muhiimaddu waxay tahay inaysan jirin wax kale oo markaasi aad ku mashquulaysid ama dad kale ka agdhow. kadibna qiblada ayaad u jeesanaysaa, waxaad daayaysaa astaghfirullaha alcadiim aladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayh, 100 jeer ayaad akhrinaysaa iyo inka badan. kadibna waxaad akhrinaysaa allahuma salli wasallim wabaarik calaa sayidina muxamed salaatan tufariju biha alhamu watuziixu biha alghamu watusadidu biha addaynu watuxaqiqu biha alaamaal, 100 jeer ayaad akhrinaysaa insha allah. kadibna hadiyadan iyo giftigan aayaddan ku jira ee aan idinkugu talagalay ayaad markaasi akhrinaysaa ood ku celcelinaysaa biduuni xadad, yacni tiro la'aan inta aad gaarsiin karto, yacni wakhtigaas ilaa mu'addinka uu allahu akbar ka dhahayo ayaad aayaddan ku celcelinaysaa. waana hadiyadda weyn ee maalintaasi eebba aad ku baryaysid ducadaadan eebbe subxaana wa tacaala iyo rabitaankaaga kugu siinayo subxaanahu wa tacaala caza wajal. aayaddan waxay ku soo aroortay ay ku jirtaa suuratul kaxfi, waana aayaddii
أصحاب الكهف مركي أي شديد كجرين أي إلهي سبحانه وتعالى أو آيدين أو قشاقي إيهيغو كربة كجرة الدنيا دور دانا إيهيغو أي سوغو إماتي وددكو دان إيهيغو أي علادين أيان أو أي برسان أيان أو أي ديل أيان إيهيغو الدين تيو دولا بحصان أيا أو لا عرار أيا أو أي سنهلين قفكالي إلا قد كاسي أو أي كغدون تين موياني سبحان الله آيدنا وآيد الله سبحانه وتعالى ونوصو روريي او الهي سبحانه وتعالى ان لي هي سده ايغا اي دهن او ايدي قران كان نوغو شيغاي او اه ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا يا عزيز ايدا سوره الكهف ما كجرتي لي ا لغا يابا ان اسدحدو دعاده اي كهدليس سفي عنو فيري سبحان العزيز ايدا اياد كو علعلينيسا الا مؤذنك مساجدك كادميه اما حافظاده جوجه حتى مغربك اد كمقليسد ادينك اوغ هريا اياد وديسا وربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان الله كدبنا مؤذنك اياد ادينك كدبا دحايسا مركو اذانك دمادنا لو ركع ايادو استاغيسا او ادكنيسا كدبنا سجود اوغ دنبايسا اي صلاه المغرب ayaad eebbe subaxaana tacaala ku baryaysaa oo aad weydiisanaysaa wax walba oo ka maqan oo aad u baahan tahay oo aad isdhihi lahayd jaaniskaasi uga faa'iidayso xaqiiqso oo ku kalsoonow wax walbood eebbe ku baryaydi salaadaasi eebbe uu ku siinayaa dalab kastood eebbe gacantaada ugu taagto oo aad ku baryadana eebbe uu ku siinayaa ha rajo dhigin ee ku kalsoonow allah subxaanahu watacaala إن شاء الله تعالى وحضر كيسا أقبلات إلهي وكو أقبليو رالي كان قنيو إلهي سبحانه وتعالى قربة كافي ديو هميك يمرق ذكا قاديو سدي أصحاب الكهف إيبوك قادي سبحان العزيز الجبار إلهي وكو أرزاق دونا رزقي أصحاب الكهف 300 سدح بقول إيو طوانصنو قدواد أي قدكاس يكو جرين أو أيسن عنطبا أباهانين إيبي سبحانه وتعالى والكاس يكونو لي أذيقنا إيبو كنو لين دونا هدي فقري أكو جرتيت هكا عبسانين إيبو أنو بريا كرتا قاعدت ما أتايقي كرتا ما سمعي كرتا سيدا إيو سيابك وحضارك دونتا أدون كوردونو إسكو بدلي إن أي أذيقو كو غرقاران إيكو غرفسيان سيدو إيبي وكو بدلي أصحاب الكهفي معالم الدنيا إلى يومنا هذا تاريخ ذو ذي مقعو ذا لحسيو قيمة هي شرف كاسين وحيكو هلين إنه دين تودا لعررين إبنا سبحانه وتعالى كبد بادي فكم إيغا لميد أها وواقا سين ولا وآن مان تمقعو ذا إيو وحي أهيين بان لقرانين مقع مربتا إبقو نو عرر شرف مربتا إبقو نو عرر راشين إيو أرزاق مربتا إبقو نو عرر murugada iyo dhibaatada marabta in laga qaado rabbi uu arar subhanahu wa ta'ala kadib maalintaasi waxaan xaqiiqa ah inaadan ka maarmi doonin oo aad mar walba joogteen doontid taana waxay tahay faa'idada iyo farajka iyo khayrka iyo aqbalaada ee bi subhanahu wa ta'ala aad ka heli doontid oo aad ka heshay allah subhanahu wa ta'ala sigaya awood wax walba iska leh waxaan weydiisanaynaa in ducooyinkeena noo ajiibo ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada nagu kulansiiyo halkaas aan ku soo gabagabeynayna muqaalkeena maanta ee bayan weydiisanayna dhammaan inuu toobadeena aqbalo khaatimo wanaagsan ugu dilo arsaaq waasaca oo xalaala ilaahayna siiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu qabriga su-aalahooda noo fududeeyo ilaahay oo maca nabiyiin oo sidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiin uu naga dhigo waxasuna ulaa'ika rafiiqa إلهي ونسيو أمني إي أمان عدوغا نغا قبطو شرطا نغا قبطو حاسدين تنغا قبطو ساحرين تنغا قبطو مدوالبو ندب إياه إنو إيب نغا قبطو دمانتين أيان إيب ويدي سنينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.